قوة مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة المقترحة تؤكد مواصلة عملية عاصفة الوطن حتى تحقيق أهدافها. روسيا تستبعد تدخلها بليبيا على غرار عملياتها في سوريا لعدم وجود حكومة وجيش موحدين. وليبيا والسودان والنيجر يؤكدون تعاونهم على مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتأمينها. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة المقترحة العميد عبد السلام محمد المسعودي مواصلة عملية عاصفة وطن حتى تحقيق أهدافها. تستهدف العملية القوى الإرهابية بالشعاب والأودية في المناطق المتاخمة للمدن المجار لها بالبيان رقم واحد الصادر عن القوة ولا علاقة لها بأي مدينة. ثالثا، تنفذ العملية من خلال منتسبي قوة مكافحة الإرهاب ومساند سلاح الجو الليبي. رابعا، نؤكد الإصرار المطلق والعزيمة الراسخة على مكافحة الإرهاب ومقارعته. وكان الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية العميد محمد جونونو أعلن بدء تنفيذ طلعات جوية في المنطقة الجغرافية المحددة لعملية عاصفة وطن. قام نسور الجو الليبيين التابعين لغرفة عمليات الطوارئ بالسلاح الجوي الليبي بالمشاركة الفعالة وفي الوقت المطلوب في انطلاق عملية عاصفة وطن، والتي انطلقت فجر يوم الاثنين الثاني من أبريل من عام 2018 ميلادي، بالتعاون مع قوة مكافحة الإرهاب وبتنسيق متكامل تتمثل فيه قمة المهنية والجدية والوطنية في سبيل تحقيق الهدف من العملية، وهو تتبع الفلول الهاربة من الدواعش والإرهابيين والتعامل. قال عضو مجلس حكماء وعيان سبأ حسن الرقيق، قال إن الوضع في المدينة يشهد هدوءا نسبيا. وأكد رقيق في تصريح للنباء أن الأوضاع المعيشية بالمدينة لم تشهد أي تحسن في ظل نقص السلع والوقود وارتفاع أسعار المتوفر منها. الأوضاع في سبها تشهد منذ فترة ترديا يوما بعد آخر، فالاشتباكات ما إن تهدأ حتى تندلع من جديد بين أطراف النزاع وسط جهود وصفت بالفاشلة في إنهاء الأزمة. التقرير التالي والتفاصيل. سبها المدينة المنكوبة كما بات يطلق عليها سكانها، لا تزال أوضاعها الأمنية هشة، فتشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين طرفي النزاع لم تجد حتى الآن رادعا لوقفها. منذ ساعات الصباح الأولى استيقظ أهل المدينة على اشتباكات بين لواء سادس مشاة وقوات تابعة للتبو، رافقها قصف عشوائي. وضع أمني متوتر أثر سلبا على القطاعات الحيوية، حيث ألحقت الاشتباكات أضرارا مادية بمركز صبها الطبي بعد إصابته بقذيفة مدفعية عشوائية عند قسم الباطني للنساء. لم تسلم القطاعات التعليمية أيضا، فقد شهدت المدينة إغلاقا للمدارس في أحياء النفلية والطيور والثانوية بسبب قربها من مناطق الاشتباكات. كلية الآداب بجامعة سبها هي الأخرى لم تنج من الضرر بعد أن سقطت قذيفة أسفرت شظاياها عن سقوط جريح من أحد الطلبة. كل ذلك يأتي تزامنا مع سوء الأوضاع المعيشية كنقص الوقود والغذاء والدواء، التي لم تلقى أي ردة فعل من الحكومات التي تحاول بسط نفوذها على المدينة دون مراعاة حال المواطن.
في المنطقة الشرقية، قال عضو تجمع أهالي درناه ويدي الجزيري إن مستشفى الهريشة لم يعد يستطيع تقديم خدماته للمواطنين في قسمي الطوارئ والولادة نتيجة عدم توفر الأدوية والمواد الأولية. وأضاف الجزيري في تصريح لقناة النبأ بأن المستشفى يعاني من تعطل بعض الأجهزة داخله وناهيك عن تعطل الموالد الكهربائي بقسم الكلى. وأشار عضو تجمع أهالي درنا إلى عودة أزمة تكدس القمامة وسط المدينة بسبب نقص الوقود في ظل استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الكرامة. هذا طلب تجمع أهالي درنا وزارة الخارجية بالحكومة المقترحة طلبها بإعلان نتائج تحقيقات القصف الأجنبي الذي تعرضت له المدينة. هذا وحمل التجمع في بيان له السلطات المحلية والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية لما تتعرض له المدينة، وشدد البيان على ضرورة العمل على توفير حقوق المدينة بفتح الميناء البحري وضمان دخول احتياجاتها. وأكد تجمع أهالي درنا تمسكه بالمصالحة الوطنية الشاملة وإرجاع المظالم لأهلها حسب قوله. أكد نجل لاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني تبرئة محكمة استئناف طرابلس للساعد القذافي من تهمة قتل والده. وقال علي الرياني للنبأ إن عائلته ستقدم طعنا في الحكم لدى المحكمة العليا. للأسف الشديد الخبر جانا خبر مفاجئ، قلبي انضم بالخبر هذا. يعني مشينا غاديك وما خلناش نحضر الحكم، ما خلناش نحضر المحكمه اللي هم يعني زوار الحكم. قلبي قطعنا من سمعنا بالخبر البراءه، يعني ما توقعناش بدرجه اللي هو براءه. يعني خبر مؤسف بدرجه يعني مش متوقعين. احنا هذا بنفس كامل بالادله وبالاثباتات، لله مش حنصل لحقنا. هذا وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت الثلاثاء حكما بالبراءة بحق السعد القذافي في قضية مقتل لاعب نادي الاتحاد السابق بشير الريان. وذكرت وزارة العدل بالحكومة المقترحة عبر فيسبوك أن المحكمة أصدرت حكما بسجن الساعدي سنة واحدة وتغريمه 500 دينار ليبي في تهمة شرب الخمر وحيازته. وأضافت الوزارة أن الدعوى الجنائية في حق محمد عبد الله السنوسي بقضية مقتل الرياني انقضت قطعيا لوفاته قبل إدانته فيها. وكانت محاكمة الساعدي بدأت مداولاتها في قضية مقتل بشير الرياني عام 2014 بعد تسليمه من قبل السلطات النيجيرية في العام ذاته. استبعد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا ليفدينغوف تدخل موسكو في ليبيا لعدم وجود حكومة وجيش موحدين. وأشار دينغوف في لقاء على هامش مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي إلى أنه لا ينفي بالمطلق أن يتكرر في ليبيا سيناريو العملية الروسية في سوريا حال توفر الشروط المناسبة لذلك. أضاف دينغوف أن الجانب الروسي يتطلع إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع عقده في القريب العاجل لحل الأزمة الليبية والوصول إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف. ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع الروسي سيرجو شويغو قال أن تفكيك ليبيا أدى إلى تنامي ما وصفه بالإرهاب في القارة الأفريقية. وقال شويغو خلال مؤتمر للأمن عقد في العاصمة الروسية موسكو لافت إلى أن الوضع في المنطقة أصبح معقدا مع تزايد التهديد الإرهابي في الأجزاء الشمالية والوسطى من القارة الأفريقية. وأشار شويغو إلى أن التهديد الإرهابي وتناميه يؤثر سلبا على الأمن في الإقليم بشكل عام حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. أكد وزراء الخارجية والدفاع ومديرو الأجهزة الأمنية في ليبيا والسودان وتشاد والنيجر تعاونهم على مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتأمينها. وتحدث البيان الختامي للاجتماع التشاوري عن الأمن على الحدود المشتركة في نيامي عاصمة النيجر
تحدثوا عن إنشاء آليات لتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الحركات المتمردة التي تتخذ من ليبيا مأوى لها، إضافة إلى محاربة الإتجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح. كما وصل بيان بتنسيق الأعمال من خلال عملية مشتركة لقوات الدفاع والأمن وتكثيف التعاون بين أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع. هذا وأكد وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة، أكد في كلمته خلال الاجتماع ضرورة وجود شراكة تجمع بين الجهود الإقليمية وتطبيق استراتيجية قوية للقضاء على الإرهاب. وقال سيالة إن ليبيا أصبحت ممراً للجماعات الإرهابية وتهريب السلاح والسلع والبشر، مضيفاً أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة الليبية. قالت صحيفة السودان اليوم إن جهاز الأمن والمخابرات السودانية تسلم 10 مواطنين سودانيين كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم الدولة في ليبيا. وأضافت الصحيفة أن عملية التسليم جاءت عقب تعاون مع عدد من الجهات في ليبيا للقبض على عناصر التنظيم. يذكر أن ليبيا سبق أن سلمت السودان في أغسطس من العام الماضي 8 أطفال سودانيين قتل آباؤهم خلال قتالهم في صفوف تنظيم الدولة في مدينة سرت. في الملف السياسي، قال عضو المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخرات عبد الرحمن الشاطر، قال إن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلمة يعمل على تعطيل الاتفاق السياسي ليذهب للمؤتمر الجامع. واعتبر الشاطر في تغريدة له على تويتر أن المؤتمر الوطني العام الجامع لن يحسم الأمر داخل البلاد، وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة أن مساعي سلامة لم تكن موفقة حيث شابتها تدخلات وتجاوزات حسب قوله. العاصمة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. المنظمة الليبية لمتلازمة داون تكرم منتسبيها الفائزين في مسابقة السباحة ومؤتمر الشباب في أبوظبي. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى العاصمة. وزع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية الأممية للاجئين في ليبيا وزعوا حقائب خاصة للنساء والفتيات النازحات في طرابلس. وذكر صندوق الأممي للسكان على صفحته بفيسبوك أن توزيع الحقائب التي أطلق عليها طاقم حواء يأتي استجابة للاحتياجات الخاصة بالنازحات من النساء. وكان صندوق الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أعلن سابقا اعتزامه توزيع أكثر من 800 ألف حقيبة من مستلزمات النظافة في 16 منطقة مختلفة. زار وفد من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مدينة كيكلا للوقوف على أوضاع الأهالي واحتياجاتهم. وأوضح عضو الوفد ياسين عباس لقناة النبأ، أوضح بأن هذه الزيارة تعد الثانية لمنطقة جبل نافوسة وتهدف لتوفير احتياجات الأهالي في سبيل تأمين عودتهم بشكل آمن ودائم. احنا اليوم في الزيارة الثانية لمنطقة الجبل، زيارة اهلنا العائدين من كيكلا للاطلاع على احتياجاتهم وزيارتهم والتحدث مع العائلات العائدة في الفترة الاخيرة مشان نشوف شو الاحتياجات اللي بيحتاجوها اهلنا في كيكلا مشان نتأكد من عودتهم آمنة. أقيمت في مدينة كيكلا حملة توعوية عن مخاطر الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة والأجسام المشبوهة. الحملة تضمنت عديدة من المحاضرات التوعوية عن مخلفات الحروب والأسلحة الخفيفة وكيفية الحد من انتشارها. واستهدفت الحملة طلبة التعليم الأساسي بمختلف مدارس البلدية
تحت إشراف منظمة هاند كاب وبالتعاون مع المركز الليبي. اليوم احنا في مدينة كيكلا بصدد اعطاء محاضرات توعوية عن ازالة عن المخلفات الحرب والاسلحة الخفيفة وكيفية الحد من اضرارها او انتشارها وتوصيل اكبر معلومة او اكبر فائدة للفئة السنية العمرية الاطفال او الكبار بمصر او وفي سياق ذي الصلة، أفاد المركز الليبي للأعمال المتعلقة بمخلفات الحروب، أفاد بتمكن البلاد من تدمير 300 طن من المخلفات العامين الماضيين. وقال مدير المركز الليبي محمد الترجمان في فعالية أحياء اليوم الدولي لتوعية بخطر الألغام التي أقامها المركز، قال إن التخلص من هذه المخلفات هو رسالة للمجتمع الدولي بأن ليبيا ملتزمة بحماية مواطنيها. شدد وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل على ضرورة تسوية الفروق المالية للمعلمين. وطلب عبد الجليل في كتاب وجهه لوزير المالية المفوض أسامة حماد، طالب بتوفير الفروق التي لم تسوى منذ مارس 2015 وفق نسخة من الكتاب نشرتها الوزارة. ودعا عبد الجليل وزير المالية بإعطاء تعليماته للإدارات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات وفقا للتسويات المقدمة من مكاتب مراقبة التعليم في هذا الشأن. هذا وطالب وزير المالية في الحكومة المقترحة أسامة حماد، طالب إدارة البنك الإسلامي للتنمية بفتح مكتب تمثيلي له في ليبيا. وشدد حماد لدى لقائه رئيس مجموعة البنك الإسلامي بندر حجاز على أهمية التعامل مع الملف بإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. من جانبه طالب حجاز الجانب الليبي بتزويد إدارة البنك بالبيانات اللازمة ليتولى الخبراء الاستشاريون بالبنك الإسلامي دراستها وتقديم المشورة الفنية لتحديد أولويات التمويل. طالبت بلدية سوق الجمعة لجنة انتخابات المجالس البلدية بإجراء انتخابات المجلس الجديد في موعدها المفترض. ودعا بلدي سوق الجمعة في رسالة له نشرها عبر صفحته على فيسبوك، دعا إلى تحديد موعد ثابت لانتخابات أعضاء المجلس للإعلان عنه للأهالي بالبلدية. وشدد المجلس البلدي على ضرورة تحديد الآلية القانونية والجهة المخولة بالسلة من السلطة المحلية بعد انتهاء فترة القانونية للمجلس الحالي. سقط نحو 15 قتيلا و18 جريحا في مارس الماضي جراء حوادث الطرق وفق إحصائية من مديرية أمن طرابلس. وأوردت المديرية على صفحتها بفيسبوك أن الحوادث تضررت جراءها 70 مركبة وخلفت خسائر مادية بقيمة 91,000 دينار. وجاء عن المديرية أن السبب الرئيس لهذه الحوادث هو سرعة الفائقة وعدم احترام قانون المرور، إضافة إلى عدم السير على ممر المشاة. تواصل لجنة الإشراف على المصائف وتنظيم الشواطئ بالمجلس البلدي صبراتة حملة إزالة المباني العشوائية بشواطئ المدينة. وتستهدف هذه الحملة المنطقة الممتدة من الوادي شرقا إلى تليل غربا بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية. ويقول القائمون على الحملة إن هدفها هو توفير بيئة نظيفة وملائمة على شواطئ المدينة استعدادا لفصل الصيف. افتتح في منطقة الشقيقة وحدة لغسيل الكلى في مستشفى المنطقة القروي للتخفيف من معاناة المرضى. وتضم الوحدة الجديدة 5 أجهزة يمكنها غسيل الكلى ل 12 مريضا يوميا وبواقع 84 مريضا أسبوعيا. شرعت بلدية سرت في تركيب إشارات ضوئية جديدة ل14 تقاطعا داخل نطاقها لتنظيم حركة سير المركبات وتسهيلها. وقال المتحدث باسم المجلس البلدي للمدينة محمد الأميل
قال للنبأ أن البلدية عازمة خلال الفترة المقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع الخدمية على غرار إعادة تنظيم الحركة في شوارع المدينة. وأشار الأميل إلى أنه من بين المشاريع التي ستنفذ مشروع طريق الشط وتوريد عدد من السيارات الخاصة بنقل القمامة وتركيب 6 مضخات للصرف الصحي في أحياء في مدينة سرت. باشر فريق طبي تطوعي متخصص في أمراض العيون باشر بإجراء كشوفات طبية لمرضى مستشفى أوباريلا. وتأتي زيارة الفريق لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين نتيجة تدهور الوضع الصحي بالمدينة منذ سنوات، وخاصة في ظل عدم وجود الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة في أمراض العيون. هذه الرحلة الأولى اللي جينا مدينة أوباري نحاول نساعد الناس هنا اللي محتاجين عمليات جراحية، عمليات مستعجلة، مية بيضة، مية زرقاء، تدخلات جراحية سريعة أخرى، بنحولوهم لمدينة غات إن شاء الله. باقي الفريق حيكون موجود غادي، احنا حنكونوا بعد بكرة إن شاء الله موجودين غادي، حنقوموا بعمليات جراحية اللازمة للناس هذول من عمليات مية بيضة وزرقاء زي ما حكينا. أقامت المنظمة الليبية لمتلازمة داون احتفالية تتضمن تكريم منتسبيها المشاركين في مسابقة السباحة ومؤتمر الشباب بأبوظبي الذين تحصلوا على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية. التفاصيل نشاهدها في هذا التقرير. تقف الإعاقة يوما حائلا دون ممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في العلم والعمل والإنتاج والإبداع في هذا المجتمع رغم الصعوبات والعوائق الاجتماعية والنفسية التي تواجههم. خولة ومرام ونصيب رسمت الجمعية الليبية لمتلازمة داون البسمة على محياهم خلال احتفالية أقامتها الجمعية على شرف حصولهن على الميدالية الذهبية والبرونزية والفضية في مسابقة السباحة ومؤتمر الشباب بأبو ظبي. الاحتفالية هذه اليوم تكريم لبعض منتسبي الجمعية أو طالبات الجمعية اللي شاركوا في الدورة 9 للأولمبياد الخاص في أبو ظبي. عندنا 2 في السباحة وتحصلوا على قلادات ذهبية وقلادات برونزية. وفي أجواء بهجة يملوها الفرح شارك الأهالي أبنائهم هذه الفرحة. أهالي كانوا داعما رئيسيا لأبنائهم خلال محاولة تحسين قدراتهم وتوجيههم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع. أنا سافرت أبو ظبي. أبو ظبي حلو، من منطقة أبو ظبي كنين، بالنسبة للجذبية لاسم داون. الاهتمام بهذه الشريحة ازداد خلال السنوات الأخيرة عبر مؤسسات المجتمع المدني التي كانت حاضرة جنبا إلى جنب مع أهالي الأبطال خلال هذه الاحتفالية وخارجها، سعين إلى تغيير النظرة والصورة السلبية لهذه الفئة وتحسين طريقة التعامل معها ليصبح ذا أسلوب حضاري وإنساني مهذب يعكس تقدم ورقي المجتمع. يعني نحس لما يكون في هناك إرادة وأمل فهناك عطاء، يعني نشد على أيديهم ومزيد من النجاح والعطاء والتألق. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم حقوقا تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت، الأمر الذي سيساعدهم في إكسابهم الثقة بأنفسهم وثقة المجتمع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. تابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا الإلكتروني النبأ.tv وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.